استكمالا طبعا لكلامنا عن الجمعية العمومية غدا ان شاء الله اللي سوف تقام في مدينة نصر ثم اهلي الجزيرة ان شاء الله بكرة الجمعة والسبت ان شاء الله من 9 صباحا للسابعة مساء تقدروا تصوتوا. خليني طبعا ارحب بضيوفي وهنتكلم بقى عن الغد طبعا وعن الفترة اللي فاتت واللغط وبعض الامور اللي ممكن تكون كجمعية عمومية احنا كنادي اهلي استفزنا بشكل كبير، عشان كده احنا ان شاء الله هنكون في الميعاد بشكل قوي جدا غدا وبعد غد. الاستاذ وائل عوض عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. استاذ وائل برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، مبسوط ان انا موجود مع حضرتك مره ثانيه. صحيح صحيح. ايضا استاذ محروس بدر عضو الجمعيه العموميه. استاذ محروس اهلا كابتن، اهلا بيك وبمسي على الاهلاويه وعلى الشعب المصري عموما. نور فندم قناه الاهلي. ايضا استاذ عيسى مكرم عضو الجمعيه العموميه وايضا المحامي. يعني اهلا وسهلا بحضرتك كابتن محمد، سعداء ان احنا مع حضرتك المره الثانيه. طيب قبل ما نخش في اي كلام وعن الجمعيه غدا ان شاء الله هروح سريعا لامير هشام من فرع مدينه نصر، طبعا هيقول لنا اخر التفاصيل واخر الاستعدادات في فرع مدينه نصر. اتفضل امير. تحية بك كابتن فاروق وبضيوفك الكرام وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لسه مستمرين معاك من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر قبل ساعات من انعقاد هذه الجمعيه العموميه الهامه جدا جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. عشان كده معايا في هذه اللحظات المهندس حاتم المريجي، طبعا مدير الخدمات بالنادي الاهلي مدينه نصر. برحب بك في البدايه وعايزين نطمن من خلالك عن استعدادات الخدميه لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله غدا وايه السبل الراحه اللي هيتم توفيرها لاعضاء النادي ان شاء الله. طبعا في البدايه برحب بيكم، بس انتوا طبعا قناه النادي الاهلي، يعني انتوا اهلا وسهلا بيكم في بيتكم. ثانيا احنا هنا مستعدين تماما لخدمه العضو من ساعه ما بيدخل النادي ولغايه لما بيدلب صوته وبيخرج. جميع الخدمات هتكون متوفره ليه، جميع سبل الراحه هتكون متوفره ليه. اتفقنا كمان مع المنافذ ان كلها هتكون فاتحه من تقريبا من الساعه 8 علشان برضه تسهيل لو حاز حاجه او اي حاجه. ثانيا كمان احنا النهارده في عاملين هنا في الخيمه برضه تكييفات علشان برضه العضو مثلا لو قال مثلا، عشان انت عارف دلوقتي الدنيا حر وكده، فهي دي الفكره برضو ان احنا مش مفيش حاجه يعني هيجي العضو فيها مش هيلاقي اي صعوبه في اي في لا صوته او الخروج او القعد في النادي بعد كده. في سبل راحه ثانيه متوفره لاعضاء النادي الاهلي سواء بكره، طبعا احنا عارفين درجات الحراره عاليه جدا، هيتم توفير مياه، عصائر خاصه، سوائل خاصه لاعضاء النادي الاهلي. طبعا كلها موجوده وموجوده جوه الخيمه، اي واحد في ميه وفي عصائر وفي الاتوبيسات اللي هو هتيجي مثلا من الجزيره هياخدوا برضه ميه وعصير، وهم مروحين برضه هياخدوا ميه وعصير. وكمان احنا اتفقنا مع اداره المرور انها تسهل لهم موضوع الباركينج بره، وما فيش اي صعوبه ان شاء الله هيلاقيها العضو لما يجي لغايه لما يمشي ويدلب صوته. بالتالي بقى عايز منك رساله لاعضاء النادي الاهلي عشان ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه بكره. هو احنا في ناس بتقول ان احنا بنراهن على ان الاعضاء هيجوا، لا احنا ما بنراهنش، احنا واثقين في وعي العضو عضو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي من اعرق الانديه ومن اقوى الانديه واقوى جمعيه عموميه في تاريخ مصر كلها هو جمعيه النادي الاهلي، فاحنا واثقين في عضو النادي الاهلي وفي وعيه ان هو هيجي ويطبق اللائحه اللي هو عايزها، ما حدش هيفرض علينا حاجه. اشكرك شكرا. العفو، شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن فاروق ومعايا احد اعضاء النادي الاهلي البارزين، طبعا اكيد يمكن مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين بكره ان شاء الله في الجمعيه العموميه، صح ولا لا؟ طبعا كلنا ان شاء الله بكره موجودين، بس عايز ابدا بس اقول لاعضاء النادي الاهلي كله يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، احنا في ايام مباركه ان شاء الله كلنا بكره موجودين. انا مش عايز اقول لك احنا هنراهن، لا احنا كلنا ثقه ان كل اعضاء النادي الاهلي اللي بيحبوا النادي هيكونوا موجودين بكره الصبح من 9 الصبح لحد الساعه 7 ان شاء الله، هيبقى يوم كله هيحكي بيه ان شاء الله. احنا مع النادي وتحت امر النادي في اي وقت، وعندي ثقه جامده جدا بالنادي الاهلي وبمجلس اداره النادي الاهلي ان النادي ما بيخالفش ولا قوانين ولا لوائح. النادي عايزها بكره، عايزها جمعه وسبت، عايزها في مدينه نصر، عايزها في الجزيره، احنا مع النادي الاهلي.
موضوع بقى ده قانوني او غير قانوني في مجلس اداره، دي مشكلته هو ان شاء الله يحلها. انما احنا كاعضاء اللي انا اعرفه واللي انا افهمه طول عمري في النادي الاهلي، النادي الاهلي اول ما يحتاج العضو العضو يبقى موجود في اي وقت، في الكوره، في مجلس اداره، في لائحه النادي اللي هتدير النادي الاهلي سنين قدام. فاحنا كلنا ان شاء الله بكره موجودين من الصبح مع النادي، وعشان خاطر النادي وعشان خاطر اعضاء النادي وعشان خاطر اولادنا بعد كده ان شاء الله. اهميه اقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من وجهه نظرك، شايف مدى الاهميه بالنسبه للموضوع ده؟ لا لازم اللائحه دي احنا اللي نعملها. يعني اولا لجنه الاولمبياد الدوليه بتقول ان كل نادي لازم يوفق اوضاعه كما يتراءى لمجلسه ولاعضاء النادي حسب النادي. النادي الاهلي مثلا ده اكبر نادي في مصر، معروف نادي في مصر وفي افريقيا وفي المنطقه كلها، فلازم النادي هو بما ان احنا لازم نعمل لائحتنا يبقى النادي هو لازم يعملها، مش تبقى لائحه استرشاديه ملزمه عليا. لازم انا مع النادي بتاعي ومع مجلس ادارته، وان شاء الله بكره باذن الله هنقول كلمتنا. شكرا يا بي بي سي. طبعا كان فاروق دي كانت لقاءاتنا خلاص قبل ساعات من انطلاق هذه الجمعيه العموميه من امام الخيمه اللي هيكون متواجد فيها ان شاء الله غدا اعضاء النادي الاهلي. كان معنا لقاء مع مدير الخدمات بفرع النادي الاهلي مدينه نصر، ولقاء ايضا احد الاعضاء داخل النادي الاهلي. خلاص ان شاء الله كل اعضاء النادي الاهلي هيكونوا متواجدين بكثافه خلال ان شاء الله الجمعيه العموميه غدا او بعد غد في الجزيره، وان شاء الله يكونوا موفقين ان شاء الله ان احنا نقدر نكرر هذه اللائحه الهامه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن فاروق. شكرا يا امير. استاذ وائل خليني ابتدي معاك الحوار، يعني خلينا نتكلم بكره، يعني الرساله ممكن توجهها لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تقريبا الرساله اللي انا عايز اوجهها، عايز اوجه رسائل كتير انا، بس مش عايز اوجه رساله لاعضاء الجمعيه العموميه، عايز اوجه رساله لاطراف كتير فوجئت ان هم متدخلين في الموضوع بشكل ادى الموضوع ابعاد بقت غايه في الاستفزاز. بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه بجميع بما تحتمله الكلمه من معنى عضو جمعيه العموميه، انت امام لحظه فارقه في تاريخ النادي الاهلي. يعني فعلا يا جماعه في لحظات انا ممكن ما كنتش يعني متخيل الكلمه دي، يعني ايه بيتوقف التاريخ قدام بعض اللحظات. فعلا النادي الاهلي الكيان الكبير اللي ليه جماهير في جميع انحاء الوطن العربي، غدا اعضاء الجمعيه العموميه في جزيره، في مدينه نصر، في زايد، امام تحدي في منتهى الخطوره، ويعلموا ان هم الوحيدين، الناس الوحيدة اللي ليهم حق الرد. أنا ممكن أرد، غيري ممكن يرد، ولكن أعضاء الجمعية العمومية هم المنوط بيهم الرد، والرد بقوة على كل النهش وكل المهاترات اللي اتعملت في حق النادي، واتعملت في حق رموزه، واتعملت في حق 110 سنة من بطولات وتاريخ. أعضاء الجمعية العمومية وهم سامعيني دلوقتي، أنتوا فعلا أمام في تحدي قدامنا أنفسكم قبل أي حاجة. الغضاضة اللي عندي أني على مدار سنين أنا كنت أعلم النادي الأهلي أبنائه كلهم غير عليه، إلا أني فوجئت الأيام اللي فاتت دي يا كابتن محمد بعض الدعوات ما تنزلوش. بناء على إيه ما تنزلش؟ يعني انت لما بتقول ما تنزلش، انت طب انت غرضك ايه؟ دي الصور قبل ما يعني حضرتك تكمل كلامك، ده صور اعضاء فرع الشيخ زايد وهم بيحتشدوا بيتفرجوا يمكن على قناه الاهلي عشان عمليه الحشد ان شاء الله. يعني انا يعني بجد انا طلبت منهم ان هم يبعتوا لي الصور دي. الناس دي صبرت، الناس دي عانت، الناس دي مش هتفرط في حقها يا كابتن محمد، هيحضروا بكره بكثافه، هيكونوا أول ناس مع أخواتهم في الجزيرة وفي مدينة نصر، أول ناس تحضر وأول ناس تدلي بصوتها. بس معلش عذرا أرجع للنقطة، بس علشان ده الحشد ده موجود عشان اجتماع، يعني بيجتمعوا عشان الرفض ده الرفض أكيد اللائحة الاستشارية، أكيد وتأكيدا على وجودهم غدا إن شاء الله. الناس دي صفا واحد بجانب النادي بتاعهم يدا بيد، هم مش هينصروا حد عليه. تمام. والناس دي ضربت اروع مثل في الوقوف جنب ناديهم، اللائحه النادي الخاصه
فيها في البند بتاعهم لم يمنحوا حق الترشح، ولكن ولكن هم بجانب ناديهم هيعدوا الفتره ديت وهنقعد مع نادينا نحل كل ما هو في شيء يمسهم. صحيح. الناس دي انا بحييهم وبقول لهم انتوا بكره امام تحدي، انتوا سامعيني اهو، انتوا بكره امام تحدي، ال- 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 العيون عليكم، اثبتوا للناس كلمتكم واثبتوا ان انتوا واقفين جنب ناديكم. انا بحييكم من بيتي اللي هو قناه الاهلي. اما بالنسبه للناس اللي انا مستغرب وانا مجروح، والله اقسم لك بالله انا مجروح ان حد يدعو من ابناء النادي الاهلي ان هو ما يروحش يصوت ضد يصوت للائحته الخاصه. طب انت طب ايه غرضك؟ هل هو يعني معانده، ولا هل هو مجرد ان انت حاسس ان الصوت ده لو راح هيبقى ده دعم لحد معين؟ يا جماعه مش دعم، يا ما انا بقول اهو يا جماعه احنا ما بنتكلمش انتخابات، احنا بنتكلم عن نادي الاهلي. وما ادراك ما النادي الاهلي؟ النادي الاهلي شيء بيجري في دمنا، احنا بنقف جنب نادينا ما بنقفش جنب اشخاص. انا لا اتحدث انتخابات ولا لي علاقه باشخاص، انا بساند النادي بتاعي يا كابتن محمد. وفي يعني برضو سمعت حد بيقول طب انتوا مستعجلين ليه على ان انتوا يعني تقروا اللائحه الخاصه؟ طب ما ناخد الاسترشاديه ونبقى نعدل براحتنا في اللائحه الخاصه. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، اذا اقرت اللائحه الاستفزازيه فانت هيتطبق عليك قواعد الجمعيه العموميه غير العاديه، بمعنى ان هيبقى مطالب من سعادتك ان انت تحقق 12500 عضو كنسبه في حضور في كل مره وهتبقى ملزم بشكل رسمي وعلني ان انت تعملها في يوم واحد وفي مقر واحد اللي هو الجزيره. طيب بالله عليك يعني المعطيات دي تتعمل ازاي؟ هي مش بعيده عن الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، لكن احنا بنيسر الامور ومجلس اداره لما عملها هو بيسر امور لاعضاء جمعيه العموميه. الاصل بس القانون هو الاباحه وليس التضييق. واستاذنا الاستاذ عيسى اهو هرجع له. طبعا هرجع له في الحته دي، بس خليني بقى فضل. يعني اكمل يعني هرجع لحضرتك لجزئيه الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، لكن اروح برضو لدكتور استاذ محروس بدر وهو عضو جمعيه عموميه، وبرضو مناشدتك بكره وكلامك لاعضاء جمعيه العموميه غدا توجيه ليهم الكلام، ممكن تتكلم معاهم ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتكلم على النادي الاهلي اعظم نادي في الكون فعلا. الواحد لما بيجي يتكلم على الاهلي فعلا بيبقى يعني احاسيسه مش يعني مش عارف اعبر عن رايي او مش عارف اعبر عن مشاعري. صانع البطولات، تاجر السعاده، ده انا مش عارف يعني ايه حد يحارب الاهلي؟ يعني ايه حد يتطاول على الاهلي ويا ريت عنده سند من القانون؟ يعني انا نفسي الناس اللي هي بتهاجم الجمعيه العامه او بتهاجم الاجتماع الخاص بتاع يوم الجمعه والسبت، نفسي في مره على مستوى تقريبا 10 ايام تقريبا في 10 ايام ما شفتش واحد من اللي ضد موقف الاهلي جاب حد قانوني يفسر الموضوع. على فكره كان محتاج نص ساعه في البرامج اللي فتحت الهوا ليها بشكل غير طبيعي. قانوني يا استاذ محمود، ما انا هقول لحضرتك، انا هقول لك حاجه، انت اللي حاطط اللائحه دي مستشار عبد المجيد محمود مستشار جاي عطيه دكتور محمد فضل الله. انا بتكلم يا فندم، انا بتكلم على اللي بيهاجموا اللي بيهاجموا موقف الاهلي. إيه لا انا بتكلم على اللي بيهاجموا موقف الاهلي. الموضوع كان محتاج ربع ساعه. واحد قانوني مع اي مذيع من المذيعين المتبنيين وجهه النظر اللي انا مش عارف هم جايبينها منين اساسا، لدرجه ان انا بعتت لمذيع كبير يعني في برنامج برضه من البرامج الكبيره، قلت له ارجع للقانون قول لنا موقف هات واحد قانوني يكلمه في الموضوع، ناقش قانوني. انا ما شفتش يعني، انا اول مره في حياتي اشوف بنتكلم في مشكله قانونيه، المشكله ما بين الاهلي واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه هي مشكله قانونيه. طب انا اجيب ايه؟ اجيب مهندس يتكلم فيها، ولا اجيب صحفي، ولا اجيب واحد قانوني؟ تمام. يعني انا بقول للجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي ده دليل ان هم ما عندهمش حجه. وانا برضو مستغرب من وزير الشباب والرياضه انه يطلع في برنامج يقول ان الجمعيه باطله وما لهمش حق الطعن. يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ يعني ده يا فندم حضرتك وزير، يعني حضرتك يعني عايز تطعن، حضرتك بتمثل تطلع، حضرتك بتمثل. انا على فكره بوجه نداء للقياده السياسيه، يعني انتوا عايزين توصلوا الموضوع ايه؟ قانون
مش عايزين تطبقوه، بتخالفوا القوانين. يا جماعه انتوا الحياه مش الاهلي بس، انا بتكلم على مستوى مصر، انتوا بتكسروا القوانين. واللي بيكسر يعني حكم اهلي زايد ده حكم بات، لما يطلع الوزير يقول من الصعوبه من تنفيذه او من المستحيل تنفيذه، يا جماعه طب ايه الرساله اللي تروح للشعب المصري؟ سيبك من الاهلي، احنا خلينا برضو نتكلم في 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 في, في, في مصرنا الكبيره. الموضوع اكبر من كده بكتير. انا بوجه نداء تاني للقياده السياسيه، ارجوكوا مراعاه للاحكام القضاء. المفروض ان واحد بحجم الوزير يطلع يقول يا جماعه انا بحترم احكام القضاء، ما يطلعش يقول من استحاله. واحد زي الدكتور حسن مصطفى لما يطلع يقول على اعضاء اهلي زايد خدوا حكم، يورونا هينفذوا ازاي. يا جماعه هو في ايه ده على مستوى فرع من الفروع؟ دايما النادي الاهلي يعني بينفذ احكام القضاء، عمره ما كان ضد القانون. انا استاذن بس الكاميرا تجيب لي بعد اذنك تعمل كلوز اب على الماده دي سيد الوزير، عشان احنا سمعنا بما فيه الكفايه، احنا سمعنا تفسيرات من معاليك بما فيه الكفايه. خلاص اهي الماده، هي يا فندم اهي الماده. ممكن 100 تقراها لنا بعد اذنك يا استاذ وائل؟ الماده 100 من الدستور يا فندم. على مهل. الماده 100 من الدستور يا فندم بتقول تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل حضرتك سامعني، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعني رأفة بينا. وأنا وجهت لحضرتك سؤال قبل كده أو رسالة، كل ما حضرتك بتدي تصريح احنا بنطمن ان احنا ماشيين صح. في عقول بتسمع حضرتك، وفي ناس ذات مؤهلات ربنا ادها مؤهلات ان هي تفهم تسمع حضرتك. كفى استهانة بعقول ابناء الشعب المصري. يا سيادة رئيس الجمهورية بنستغيث بالله ثم بحضرتك، كفى استهانة واستخفاف بعقولنا. طيب استاذ وائل خليني بس اروح سريعا، هنرجع لكلامنا استاذ محروس، ولكن خليني اروح لزميلنا كريم احمد من فرع او مقر الاهلي بالجزيره. طبعا اخر استعدادات، طبعا خلاص احنا ساعات هيكون موجود طبعا اعضاء الجمعيه العموميه داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، ويبتدوا يصوتوا على اللائحه الخاصه او لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. اتفضل كريم قول لنا اخر استعدادات. مستمرين معاكم مقر النادي الاهلي بالجزيره، وزي ما بنتكلم طبعا مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، واجتماع الخاص غدا في مدينه نصر النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي مدينه نصر في الساعه 9 وحتى الساعه 7 مساء. اكيد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اكلمك على حضورك غدا، حضور مهم لكل الاعضاء، لكن انت دورك غدا ودور كل زمايلك هنا في اعضاء الجمعيه العموميه عامل ازاي؟ طبعا احنا بنحيي النادي الاهلي جدا، وده حبنا وحياتنا، وتقريبا احنا ده بيتنا الثاني، واحنا بنحب جدا اداره الاستاذ محمود طاهر، لان حصل فيها تطورات للاعضاء احنا حسيناها جدا، سواء في العاب اليد والعاب الكره وكل حاجه. وبعدين في المباني نفسها بتاعه النادي الارضيه كلها اتغيرت تقريبا، بقينا نيجي مثلا نسيب بيوتنا ونقعد هنا طول النهار، بنلاقي خدمات اكل، بنلاقي خدمات سيرفيس كويس جدا هنا. فاحنا بنحب جدا النادي الاهلي، وانا اتمنى من كل اعضاء النادي الاهلي يروحوا بكره يدلب اصواتهم، لان احنا عايزين النادي الاهلي ده اداره مستقله، واحنا بتوع النادي احنا نقول راينا، واحنا اللي نكون متحمسين ليه، لان ده نادينا، ويعني بنحبه اكتر من بيوتنا كمان. يمكن اللائحه عرضها المهندس محمود طاهر في ندوه هنا في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، اكيد كان في استفاده وكان في مناقشه كبيره مع الاعضاء، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. والله احنا حضرنا فعلا للندوه ديت، وقلنا له على طلباتنا الخاصه احنا كسيدات واعضاء في النادي، وايه الملحوظات اللي احنا عايزينها، وهو مستجيب لكل طلباتنا، واحنا ما بنبذلش مجهود، يعني لما بنكون عايزين اي حاجه بندخل الاداره جوه بيستجيبوا على طول فورا لطلباتنا. فاحنا مبسوطين جدا من اداره النادي جدا، يعني لاولادنا. رسالتك للاعضاء غدا ان شاء الله بكره تقول لهم ايه؟ بدعوهم كلهم ان هم يحضروا، لان ده نادينا ودي حاجه تشرفنا، واحنا مستقلين بنفسنا ومش عايزين اي
كل من الخارج. الله يخليك. مستمرين معاكم طبعا واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بناخد طبعا رايهم، وحابه تقولي ايه طبعا بكره يمكن يوم مهم جدا بالنسبه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، يوم هام، حابه تقولي ايه وبكره ان شاء الله حضورك هيبقى واجب ولا لا؟ ان شاء الله طبعا واجب طبعا، ده نادينا احنا مش اقل من اي حد، ونجاح الجمعيات النوادي الثانيه دي مهم جدا واشاره مهمه جدا للكل ان الموضوع مش موضوع اشخاص او حاجه، احنا عايزين نعمل لائحتنا زي ما كنا طول عمرنا بنعمل كده، فاحنا هنعملها بكره ان شاء الله ونعدي بكره ان شاء الله باذن الله النصاب القانوني. جمعيه عموميه واعيه، واحنا اعرق حاجه في الشرق الاوسط، وباذن الله هتعدي على خير ان شاء الله. نجوم الفتره اللي فاتت واللغط الاعلام الكبير على اللائحه وعلى اللائحه الاسترشاديه بتتابعيه ازاي، وهل بتنزعجي من الموضوع ده ولا لا؟ لا لا لا، الميديا خصوصا الميديا اللي هي الفيسبوك والتويتر والحاجات دي، احنا عندنا هنا في النادي بيدونا يعني عندنا توعيه كامله، عارفين كويس قوي ايه اللي بيحصل، اي حاجه بنسال فيها اي حد بنبقى عارفين، يعني اللي بنستقبله على الميديا سواء في التلفزيون او النت احنا بنبقى فاهمين ايه الصح ايه الغلط، وده واجب اي حد. وفي ناس كتير جدا بتبقى مش فاهمه بتسال، ده ابسط شيء الواحد ان هو يبقى داخل على حاجه يبقى عارف هيقول او يقول لا، احنا مش يعني انت ما حدش بيرغمك تقول ايه، بس تخش عارف ليه هتقول وعارف ليه هتقول لا، مش لمصلحة أشخاص، لمصلحة النادي يا جماعة، لمصلحة النادي. رسالتك إيه للأعضاء غدا؟ حضور زي ما بنقول هام جدا ويبقى يوم فاصل في تاريخ النادي الأهلي غدا، غدا تقولي إيه لأعضاء الجمعية العمومية كأحد الأعضاء؟ بكرة يبقى حضور مكثف، نثبت للكل قد إيه الجمعية بتاعتنا جمعية عمومية واعية، إحنا أعرق نادي في الشرق الأوسط، المفروض نبقى على قد ثقة جماهير النادي بالملايين، لان احنا بنمثل الملايين دي كلها جوه النادي، فاحنا ضروري نبقى عند ثقتهم، وضروري بكره ان شاء الله نوصل للنصاب القانوني اللي هم حاطينه لنا باذن الله، ونتعداه بمراحل باذن الله. شايفه مجلس اداره النادي الاهلي من اول يوم ليه بيشتغل على راحه الملاعب امور كثيره جدا لاعضاء النادي الاهلي؟ طبعا طبعا، اشياء كثيره محدش يقدر ينكرها، واللي ينكرها اكيد يبقى عنده حاجه، لو في سلبيات بنحاول ان احنا نتلافاها وبنقولها وبيسمعوا، احلى حاجه في مجلس الاداره ده انه بيتلقى منا كل السلبيات بصدر رحب، وبيحاول ان هو يعملها، مفيش حد بيبقى حلو على طول، وده حاجه كويسه ان انت يبقى في عندك النادي ما شاء الله، يعني انت لو تمشي بالكاميرا مش محتاج حد يتكلم، احنا يعني الحمد لله ان شاء الله باذن الله بكره يبقى في لقاء تاني وباذن الله نبقى مبسوطين ان شاء الله. ميرسي ميرسي، كل الشكر من جديد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بنستطلع طبعا ارائهم على الحضور غدا، وعي كبير زي ما بنقول بالنسبه للاعضاء غدا بنسبه كبيره جدا ان شاء الله يكتمل النصاب القانوني للنادي الاهلي. ومستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعانا احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. عايز اكلمك على الحضور غدا، هام جدا، اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي ناقشها المهندس محمود طاهر هنا في فرع الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وكان فيها يمكن امور جدا تفسيريه للاعضاء، حابب تقول ايه وغدا اليوم او الحضور بالنسبه لك مهم ولا لا؟ طبعا الحضور مهم جدا بالنسبه لينا اللي احنا اعضاء النادي الاهلي، فلازم نبقى متواجدين وبنقف قدام جنب مجلس الاداره ومتواجدين ان شاء الله بكره وان شاء الله وبعد بكره باذن الله. لمس ايه على ارض الواقع من تطوير من انشاءات من تغيير كبير جدا في النادي الاهلي؟ انت اكيد يعني عضو دائم هنا في النادي الاهلي الجزيره، لكن في التطوير في الثلاث فروع، لكن لو بخص هنا الجزيره شايف ايه على ارض الواقع؟ بالنسبه للجزيره لا انا شايف اكيد طبعا في تطوير جامد جدا، ومجلس الاداره عامل شغل جامد جدا، وظاهر طبعا يعني المجلس دوت يعني لا عامل مجهود جامد جدا واحنا شايفينه وحاسينه. قانونا النادي الاهلي السليم ان هو يعمل جمعيته العموميه على يومين، يمكن هوجم كتير جدا الفتره اللي فاتت، هو بيحاول ان هو يريح الاعضاء، انت بتستقبل الهجوم ده ازاي على النادي الاهلي اولا ثم مجلس الاداره ثانيا؟ بص انا اقول لك حاجه، الهجوم دوت خارج النادي، لكن احنا كاعضاء لا احنا راضيين باللي بيحصل ومتفقين مع مجلس الاداره بالجمعيه العموميه، وان شاء الله هتبقى ناجحه باذن الله. يعني اخيرا رسالتك ايه لاعضاء الجمعيه العموميه غدا بالنسبه لاول يوم في مدينه نصر؟ ان شاء الله يبقى حضور بكثافه ان شاء الله، وهنشرف مجلس اداره وان شاء الله هنقف جنب النادي بتاعنا باذن الله. يعني ميرسي زوج، كل الشكر والتقدير من جديد طبعا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي غدا، يمكن فرع النادي الاهلي الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد كله ان شاء الله يكون متواجد في النادي الاهلي مدينه نصر كاول يوم من التاسعه صباحا حتى السابعه مساء غدا ان شاء الله، وعي كبير، وبنراهن على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يكون حضور كبير ومكثف ليكمل النصاب القانوني للنادي الاهلي. مستمرين معاكم من جديد اكيد طبعا، وبينضم لنا احد اعضاء الجمعيه العموميه. عايز اكلمك طبعا في البدايه على حضورك يمكن غدا بالنسبه لمدينه نصر، كل الاعضاء طبعا حقهم ان هم يروحوا في مقر النادي مدينة نصر ثم الجزيرة، لكن حابب تقول ايه في اللحظات دي؟ والله انا بقول يعني احنا كلنا لازم نتحرك عشان خاطر الكيان، فالمفروض كلنا نبقى ايد واحدة، هي مش انتخابات عادية، احنا بنتكلم عن منظومة، بنتكلم عن لائحة،
مش عايزين النادي يضيع مننا. فأنا بناشد كل أعضاء الجمعية العمومية إن لازم بكرة بإذن الله تعالى ننهيها بكرة، مش لازم بكرة وبعده، يعني ننهيها بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يوفقنا وبإذن الله يبقى في إقبال شديد يعني على الجمعية العمومية. الهدف كله إن عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي هو بقى له الحق الأصيل في الانتخاب وفي إقرار لائحته، بتتفق معايا في الكلام ده ولا لا، ولا حابب يبقى في تدخل خارجي من اللجنة الأولمبية؟ لا، هو طبعا يعني الجمعية العمومية لازم يكون لها كلمتها، احنا مش عايزين اي تدخل خارجي. فيعني يا ريت يعني انا برجو بس وبدعو كل الجمعية العمومية رجائي ان كلنا لازم كلنا نكون حاضرين بكرة بإذن الله تعالى. شكرا جدا يا حبيبي، ربنا يخليك. كل الشكر من جديد. زي ما بنتكلم طبعا على هنا لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والانطباعات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الكل في حماس شديد، وعي كبير زي ما بنقول، وزي ما بنقول غدا إن شاء الله يكون اليوم الأول للاجتماع الخاص للنادي الأهلي في مدينة نصر. إن شاء الله بنأكد بكرة إن شاء الله الوعي الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ويكتمل النصاب القانوني غدا بالنسبة لمدينة نصر. مستمرين معاكم هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولقاءات خاصة مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. مستمر معاك طبعا، هتقول لنا اخر اخبار بقى قبل ما اليوم يخلص خالص، اليوم كله كان عامل ازاي يا استاذ محروس؟ خليني استكمل كلامي معاك في جزئيه نداك للجمعيه العموميه غدا ان شاء الله. الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي بتاعت النادي الاهلي فيها وعي مش طبيعي، وانا بستحضر دايما فرقه النادي الاهلي على مر العصور اللي كانت بلس 90، من اسبوع بس بقت بلس 120. تمام. التاثير ده مش تاثير لعيبه بس، ده تاثير اداره، تاثير جمعيه عامه طبعا، تاثير جماهير النادي الاهلي، دي روح النادي الاهلي اللي هي بتقف دايما مع المواقف. بس انا في حاجه بس كنت عايز ارجع فيها كابتن النادي الاهلي يا جماعه، ده مش ده 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 ده, ده انجح مؤسسه في مصر. انا مش عارف الناس تعمل كده، هل هم واعيين ان هم بيعملوه ده خلافا لموقفهم القانوني اللي هو مش قانوني خالص؟ يعني انا لحد دلوقتي ما حدش اقنعني ان فعلا موقف الاهلي خطا قانوني، هو خطا وخلاص. طب يا عم فين القانون؟ فين ماده في القانون اللي بتخطا؟ ما فيش حد بيتكلم فيها. الوزير، اعلام الوزير، اللجنه الاولمبيه، ده انا برضو بستشهد بحاجه تانية خالص، اللائحه الاسترشاديه اللي هم عملوها دي، رئيس الوزراء، وده برضو يعني موقف يتحسب له ان هو نزل في النادي بتاعه وبيبعت رساله، ومن هنا برضو انا ببعت لجمعيه عمومية النادي الاهلي، رئيس الوزراء نزل في الجمعيه العمومية بتاعه نادي هليوبلس بصفته عضو فيها وصوت عكس اللائحه الاسترشاديه. هي الوزاره حاطه اللائحه الاسترشاديه ليه؟ يعني حتى لو يعني لو المفترض ان هي لائحه استرشاديه زي ما بيقال الانديه استرشد بيها، يا سيدي حط في الاعتبار ان 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 في ناس هتشوفها، احط في يعني لما رئيس الوزراء يصوت ضد لائحه وزاره الشباب والرياضه. طب هل الوزاره اللي عاملاها المهندس خالد برضه كان من اعضاء نادي هليوبلس وراح يا فندم؟ لا لا، هو مش من اعضاء نادي هليوبلس، هو صرح ان هو كان رايح لمقابله رئيس الوزراء. اوكي تمام. بس ما عندك مشكله كمان في نادي الصيد. نادي الصيد انا احد اصدقائي عضو جمعيه عموميه في نادي الصيد، واكثر من اسره قابلتها قالوا لي ان ما فيش اعلانات، لانه ما فوجئوا ان جمعيه عموميه جت وما حضرتش. ما علينا، بس يعني لازم الناس تفكر في الموضوع شويه، نادي الصيد تحديدا. تمام. الموقف مش محتاج، يعني مش محتاج ان انا الجمعيه العموميه اوعى مني بكتير وصاحيه عني بكتير وعارفه يعني ايه الاهلي في خطر. الاهلي في خطر. تمام. الاهلي صانع البطولات، الاهلي اعظم فرقه في الكون، ما ينفعش ان يتهاجم بالطريقه دي وبسند غير، ما عندهمش سند قانوني. تمام. استاذ عيسى كمحامي، يعني احنا بنتكلم على اللائحه الاسترشاديه ولائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي، واختيارنا احنا كجمعيه عموميه لمستقبلنا احنا من غير ما يبقى فيه اجبار من لائحه معينه تجبرنا ان احنا نتعامل ازاي في المرحله القادمه. بتشوف الجزء القانوني بالنسبه لوجود جمعيه عموميه على يومين شيء ازاي؟ ايضا جزئيه النصاب القانوني اللي ممكن تحدد، ويمكن النادي الاهلي وافق ان 8% من كامل اعضاء الجمعيه العموميه اللي هو تقريبا 12500 غدا ان شاء الله المفروض يبقوا موجودين غدا وبعد غد. بتشوف جزئيه اللي هو اليومين، الاعتراض اللي هو على جزئيه يومين باللجنه الاولمبيه عامل ازاي؟ نتكلم قانون. تمام. هنقرا الفقره بالراحه بالقانون. تمام. احنا معلش برضو قبل ما اقرا لك الماده، في ثلاث صور، ثلاث لقطات بيلخصوا المشهد في مصر في إدارة أمور الرياضة
من وزير الرياضة، من اللجنة الأولمبية، مديرية الشباب والرياضة. تمام. من حوالي أسبوعين أو أكتر طلع معالي الوزير وله كل التقدير والاحترام لأحد البرامج الفضائية اللي دائم الظهور عليها، بيتكلم على حكم محكمة واجب النفاذ بقوة القانون إن في استحالة في تنفيذه. ولما أحد الحضور في البرنامج قال له فندم ده مديرية الشباب والرياضة بعتت جواب للنادي الأهلي بأنه نفذ، رد غريب. قال معرفش، هو خايف من أنه يحاسب لعدم تنفيذ حكم قضائي وتترفع عليه جنحة. يا معالي الوزير، أنت السلطة الأعلى لهذا الموظف، طب لما يسمع حضرتك بتقول كده أنه خايف من المساءلة القانونية واجب عليه يعمل إيه؟ وقد كان الجواب ده تاريخه كان يوم 17، بعد المداخلة تاني يوم، يعني بما معناه، بس عشان نوضح للناس، الجواب ده اللي هو حكم المحكمة بوجود أعضاء فرع الشيخ زايد في عملية الجمعية العمومية في الفترات القادمة، بس بحقيقة أعضاء الشيخ زايد في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشح. تاني يوم على طول راح جواب للنادي الأهلي بعد المداخلة دي، اتغير الكلام 180 درجة. جواب من مديرية الشباب والرياضة من الأستاذ محمد سويلم بيقول له نفذ الحكم، أنا مش بتكلم على تنفيذ الحكم، في ضوء تعليمات اللجنة الأولمبية وأحكام القانون. طيب إحنا حكمنا 15/3/2017 تم واكتمل قانونا قبل تاريخ القانون الجديد، فانطبق عليه كافة القوانين القديمة في تفعيله وتنفيذه، كان واجب تنفيذه من 15/3، تقعصوا لحد ما يدخلونا على قصة القانون الجديد، والقانون الجديد الكلام اللي بيتقال مفيش رد. ما هو حضرتك انت بتطلع تتكلم على الفضائيات بتقول اللي انت بتقوله، مفيش رد قانوني، مفيش تفسير. تبعت الجواب ده تاني يوم النادي الاهلي انك ما تنفذش الحكم وفقا لتعليمات اللجنة الاولمبية. وايه بقى نفس القصة مع نادي الظهور اللي حضرته في جمعية يوم 11/3 وما كانش إهدار مال عام بحضوره اللي بيتهدد بيه النادي الأهلي لو أدرك أعضاء زايد، لا ده أنت نفذت الحكم في 11/3 لأعضاء الظهور وحضرتهم الجمعية، ما فيش إهدار مال عام، لكن لما النادي الأهلي يتكلم عن حضور أعضاء زايد يبقى في تلويح بال. انا استاذ هكمل كلامك بالجزئيه دي، لكن لازم نروح بقى قبل ما النادي خلاص انت عندنا يعني معاد النادي معلش لازم بس نروح لهم سريعا يقول لنا اخبار اليوم بالكامل كان عامل ازاي. امير طبعا من فرع مدينه نصر، واكيد كريم احمد من فرع الجزيره، اتفضلوا يا رجاله. اتفضل يا كريم، اتفضل يا كريم الاول. ليك يا كابتن فاروق من جديد، طبعا زي ما بنتكلم على تغطيتنا الخاصه اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره لاجواء ما قبل طبعا الاجتماع الخاص لاقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طبعا احنا متواجدين في البدايه من صباحيه، يمكن طبعا من الساعه 7 صباحا او الساعه 8 صباحا متواجدين هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره للتغطيه الخاصه، وبناخد طبعا اراء بعض الاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اللواء شيرين شمس، الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس الاداره. كان في بعض التساؤلات النهارده يمكن سالناها للواء شيرين، الاستاذ عماد وحيد لغط كبير خلال الايام الماضيه على بعض التصريحات، لكن يمكن استفدنا بشكل كبير النهارده من خلال اللواء شيرين والاستاذ عماد وحيد على بعض الامور الخاصه بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومقر النادي الاهلي مدينه نصر، هو مقر واحد، كمان الامور الخاصه بالتصويت وايضا عدد الاتوبيسات الخاصه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره اللي هتكون في وفد على مدينه نصر. الامور كانت ماشيه بشكل رائع هنا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ويمكن في هذه اللحظات كل اعضاء النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره بيغادروا طبعا النادي استعدادا لغدا، هيكون من الساعه 7 صباحا هيكون كل اعضاء النادي الاهلي الشيخ زايد الجزيره مدينه نصر يكونوا متواجدين بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر. زي ما بناكد طبعا كابتن فاروق كل الاعضاء موجوده اساميهم في الكشوفات الخاصه بالنادي الاهلي مدينه نصر للتصويت، وبنتمنى طبعا كل التوفيق غدا لاعضاء الجمعيه العموميه ان يكتمل النصاب غدا في مدينه نصر وهو اليوم الاول. الامور هنا كانت ماشيه بشكل رائع جدا، وكمان اعضاء الجمعيه العموميه من خلال لقاءاتنا معهم الحماس والتاكيد على الحضور، واكيد طبعا زي ما سمعتوا طبعا كل الاراء الخاصه باعضاء الجمعيه العموميه كلهم بيقولوا ان النادي الاهلي وعضو الجمعيه العموميه له الحق
الاصيل في الانتخاب وفي اقرار لائحته الخاصه، وده اللي بنراهن عليه. اكيد كابتن فاروق غدا هيكون يوم هام جدا في تاريخ النادي الاهلي لجمعيته العموميه، وكل الامور ان شاء الله بالنسبه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي تبقى على ما يرام. اكيد هنبقى مستمرين معاكم غدا ان شاء الله منذ الصباح للتغطيه الخاصه لاجتماع النادي الاهلي الخاص في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. امير طبعا اتفضل قول لنا تفاصيل اليوم وبكره التفاصيل اللي ممكن هيكون فيها نادي اهلي مدينه نصر. برحب بيك في البدايه كابتن فاروق بضيوفك وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. كان خلاص ساعات وهتبتدي الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي لاقرار لائحته او لائحه القوامه الاساسيه الخاصه بالنادي الاهلي. خليني اقول لك ان احنا النهارده على مدار اليوم خدنا العديد من الاراء بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي. طبعا كان هم كلهم متحمسين بشكل كبير لحضور هذه الجمعيه وموافقه على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، وكلهم اجمعوا على اهميه النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه بيه، ما يكونش فيه اي لائحه من خارج النادي، خصوصا النادي كبير ونادي عريق اكيد هو سباق في كل شيء، وده اللي اجمع عليه كل اراء اعضاء النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله هم خلاص في طريقهم لمغادره النادي، كله بيستعد ان شاء الله من صباحا ان يكون في نادي اهلي مدينه نصر، خصوصا ان بكره ان شاء الله هيكون اول يوم للجمعيه العموميه هنا في مدينه نصر، بعد بكره ان شاء الله هيكون في الجزيره، بالتالي كلهم خلاص جاهزين بشكل كبير للموافقه على هذه اللائحه الخاصه. خليني اقول لك يا كابتن فاروق أعداد كبيرة جدا بكرة، وأنا متوقع أن النصاب القانوني تقريبا هيكتمل بكرة 12500، أكيد 12500 عضو من الأهلي هيكونوا متواجدين بشكل كبير جدا، وأعتقد أن الأعداد هتتضاعف إن شاء الله. أكيد ده شيء مهم جدا لكل أعضاء النادي الأهلي أن هم يقروا اللائحة الخاصة بهم. أكيد برضو بنقول لكل جمهور النادي الأهلي بكرة هنكون متابعين معاكم لحظة بلحظة هذه الإجراءات وإجراءات التصويت على اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي، ونتمنى أكيد النادي الأهلي إن شاء الله وكل أعضاء يكونوا متواجدين غدا لإقرار هذه اللائحة الهامة للنادي الأهلي. عودة لك يا كابتن فاروق. بشكرك كريم، بشكرك أمير، يعني أكيد كل التوفيق بكرة لأعضاء الجمعية العمومية بكرة غدا، يعني غدا إن شاء الله أنا كلنا متوقعين، وزي ما احنا شايفين من خلال اللقاءات في حماس شديد جدا من أعضاء الجمعية العمومية في الفروع الثلاثة أن يبقوا متواجدين بكرة وبعد بكرة في النادي الأهلي سواء بقى مدينة نصر أو الجزيرة للتصويت على لائحة النظام الداخلية أو لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. إن شاء الله مفيش حد هيقدر يقول لنا حاجة تانية، احنا اللي بندير النادي بنفسنا، مفيش حد هيديرنا من بره. استاذ عيسى خليني اكمل كلامي مع حضرتك، والموقف القانوني للاجراءات اللي بيقوم بيها مجلس ادارة النادي الاهلي في الجمعية العمومية غدا. معلش قبل ما انسى بس اقول لحضرتك المشهد التاني اللي بيبرر ادارة الرياضة في مصر بعشوائية وتخبط وهوى مداخلة المهندس هشام حطب في أحد البرامج الرياضية ويعقبه مدير مديرية الشباب والرياضة الأستاذ محمد سويد. تمام. وهم كأشخاص على رأسنا مقدرين، احنا بنتكلم بصفاتهم الوظيفية. بيسألوا أحد مقدمي البرامج إن النادي الأهلي بكرة هيعمل الجمعية بتاعته في مدينة نصر. وإذا اكتمل النصاب يا فندم يبقى كده الأزمة اتحلت والمشكلة ومفيش أي حاجة. لا. هو عين تتعمل في الجزيرة وانا ابعت موظفيني واشرف عليها ويخلص الامر. ايه ده؟ طب فين المواعيد وفين الاجراءات وفين الدعوة قبلها ب 15 يوم؟ يعني الامر بقى بالمزاج والهوى، مش قانون بيحكمنا واجراءات. ما هو انت بتتحجج ان الاهلي خالف الاجراءات وخالف القانون، فين هي المخالفة؟ اما وانك على الهوى في نص ساعة ممكن تقلب الدنيا دي كلها وتبعت الموظفين ويعقبوا برضو نفس القصة مدير مديرية الشباب والرياضة، وعندنا استعداد نروح لو عملوها يوم الجمعة ونمشي اللي في دماغنا من غير قانون. أنا دلوقتي بقى كلام مرسل اللي بيتقال قدامنا كلام، فين القانون اللي بيقول الكلام ده؟ تعال بقى يا سيدي الفاضل، هما بيتحججوا بالمادة الرابعة، المادة الرابعة من القانون بتقول إيه؟ المادة الرابعة من القانون، معلش هاخد من وقت حضرتك دقيقة واحدة. تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية. تمام. للهيئات الرياضية، أدي واحد اللائحة الاسترشادية. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا عاديا
اجتماعا عاديا، اجتماعا عاديا مش غير عادي، لا، وتعقد الجمعيات العمومية الهيئات الرياضية اجتماعا غير عاديا، غير عاديا لا، وتعقد الجمعيات العمومية الهيئات الرياضية اجتماعا طارئا، طارئا لا، اجتماعا خاصا. وده قصد المشرع زي ما انتم بتفسروا على مزاجكم وعلى هواكم، ان المشرع قصد اجتماعا واحدا، لا لا، ده مش قانون. المشرع بقصده اجتماعا خاصا اراد ان يخرجه عن اجراءات الجمعية العمومية غير العادية، عن اجراءات الجمعية العمومية غير العادية، عن اجراءات وقواعد الاجتماع الطارئ. ما هو لو كان النص قال كده تعظيم سلام، تمام، تعقد الجمعيات العمومية اجتماعا عاديا تعظيم سلام، غير عاديا، اما وانه قال اجتماعا خاصا لانه اجتماع متفرد مش هيتكرر تاني. مرة واحدة لكل هيئة رياضية تقرر لائحتها وتقرر نظامها. منين بقى هنأولها ونديها احكام الجمعية العمومية غير العادية؟ اهو انا بقرا نص، يطلع حد يقول لي اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. تمام. مؤول ومفسر في قاعدة قانونية معروفة جدا، لا اجتهاد مع صريح النص او تأويله او تفسيره على الهوى والمزاج، ده بين قوسين كده. جميل. زي ما هم بيفسروا، ما بيقول لك وقصد المشرع، انت عرفت منين قصد المشرع؟ قصد المشرع حطه على الورقة اهو، قصد المشرع صدق عليه في القانون، قصد المشرع واضح. ما تبقاش وجهة نظر حضرتك. تمام. نكمل معلش المادة. فضل. بعد اذن حضرتك. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا حددناه وخرجناه عن مظلة الجمعيات العمومية وغير العادية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع النظام الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم للانعقاد، نمرة 2 لائحة الاسترشادية، نمرة 1 يا لجنة أولمبية، نمرة 2 النصاب اللازم للحضور يا لجنة أولمبية، والموافقة ونصاب الموافقة على تلك النظام. تمام. فقط لا غير. لكن إجراءات بس أهو أنا بقول لحضرتك، إجراءات مكان وانعقاد وزمان ما بنتكلمش في الحاجة دي إطلاقا. تمام. ما قالش أنا مش هألف، مش هجيب حاجة من عندي. أنت بتقول إن المادة الرابعة ادتني إجراءات وأنت بتخالف المادة الرابعة، حد قانوني يطلع دلوقتي من وزارة الشباب والرياضة، من اللجنة الأولمبية، يقرأ معايا المادة دي ويطلع لي فيها إجراء زمان مكان انعقاد، أو يقول لي لأ ما هبتطبق عليها أحكام الجمعية العادية؟ المشرع ما قالش إن هي جمعية عادية، ما قالش اجتماع غير عادي، ما قالش اجتماع عادي، يبقى خرجوا قاصدا ذلك، خرجوا من هذه القواعد. تمام. نكمل يا سيدي الفاضل. فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الأيئات سواء لعدم الاكتمال النصاب أو لأي سبب آخر، يعمل بأحكام اللائحة الاسترشادية. يعني المهلة دي من أول 1/6 لحد 31/8 حضرتك إيدك مغلولة بقوة القانون. أنت يا لجنة أولمبية ما تتكلميش معايا في حاجة قبل 1/9، ما تطبقش علي أحكام اللائحة. أنت بتقول لي الأهلي خالف الإجراءات وخالف القانون اللي هي نبع منين؟ من اللائحة الاسترشادية. طب أنا مش ملزم باللائحة الاسترشادية، أنا اللائحة الاسترشادية من 1/6 حتى 31/8 هي والعدم سواء، هي والعدم سواء، ومش إحنا اللي بنقول، ده نص القانون اللي بيقول. اللي بيفصل بيني وبين حضرتك نص المادة اللي أنت بتستشهد بيها، أكتر من كده لا مالكش حق بقى حضرتك. يبقى ما تفسرش، ما تأولش، تبعت في أحد الخطابات للنادي الأهلي إنك تمارس إجراءاتك للجمعية وفق صحيح القانون كما ترانوه منسبا للإجراءات، والقصة دي صح تمام مليون في المية، وترجع بعد كده لا احنا طب الله واحنا واخدين صلاحيات جديدة في القانون الجديد عشان نقف كده بس نحدد نصاب ونعمل لائحة؟ لا، احنا لازم نحط ايدينا في كل حاجة. يا سيد الفاضل القانون ما ادهاش ليه، جبتها منين؟ والدليل على كده، الدليل على كده نص المادة 7 من القانون اللي بيغفلوا ذكرها ولا بيجيبوا سيرتها، المادة 4 حضرتك، وإذا حضرتك خالفت الاجتماع بتاعك هيبطل
بأي نص في القانون برضو مش عارف. ده مش من مالكش حق الطعن كمان. مالكش أي حاجة بصراحة. ما تتكلمش أنا أنا السيد بأمره. يعني كنا بنعيب على القوانين القديمة وإيه نقول إيه؟ إن المشرع المفروض لما أنت بتصدر قانون بتراجع الدستور أولاً وأخيراً. دي كلها هتبقى عوارات في اللائحة الاسترشادية دي مخالفة للدستور. إن شاء الله يطعن عليها بعدم دستوريتها في تلت موادها تقريباً. نرجع بقى للمادة السابعة من مواد الإصدار. سريعاً. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. طيب أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أطبق المادة الرابعة ولا أطبق المادة السابعة؟ تمام. يا أيها القانونيين المسؤولين في وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية اللي بتسمعوني ردوا علي. يعني إيه يستمر العمل بالقوانين واللوائح حتى انتهاء المهلة في 31/8 اللي قصدها المشرع اللي مالكش حق تطبق أحكام اللائحة الاسترشادية إن اللوائح والقوانين القديمة معمول بيها إن لائحة 929 لسنة 2013 هي المنظمة لأعمال الجمعية الخاصة. تمام. يبقى احنا كده بس هو السؤال اللي لازم نوضحه للناس بعد حضرتك قلته الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي سليمة مليون في المية. اليومين على يومين إقامة الجمعية العمومية للتصويت على يومين وأيضا على مكانين فرعين يا سيد الفاضل أنا مقرين عشان ما يبقى صحيح. أنا قريت لحضرتك نصوص القانون في بند قريناه هنا قال المكان والزمان ويوم انعقاد يوم أو يومين. لا مفيش. القانون ما قالش إنه مش على يومين. ما قالش. تمام. ما قالش القانون. القانون قال اجتماع خاص وسابه وقصده قصد اجتماع خاص عشان يخرجوا بره قواعد الاجتماعات العموميه العاديه وغير العاديه. قاصد ده اعمله على يوم اعمله على يومين. تمام. انا وده يختلف. يعني انا نادي عدد اعضائي كلهم 5000 10000 هعمله على يومين ليه؟ صحيح. اعمله على يومين ليه؟ صحيح. انا كنادي اهلي عدد اعضائي 140000 اضرب في 2 يعني قرابه ال 300000 اعمله ازاي في يوم واحد؟ وبعدين في حاجه ثانيه يا كابتن معلش حاجه عصبيه. انا بس هو مش الـ الدوله عايزه توسع عايزه توسع المشاركه الديمقراطيه حقيقي وعايزه تدعو الناس للترشح وتفاعل الشعب المصري مع انتخاباته سواء في الانديه او في الشعب او في الشورى. لا لا انا بكلم عموما. طب منين الدوله بت 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 بتحفز الناس على المشاركه الديمقراطيه واي انتخابات تبقى عرس ديمقراطي صحيح. واحنا احنا بنتكلم في مجال الرياضه كمان يعني مش في مجال تاني بنحاول نحدها. طب النادي الاهلي عايز يراعي اعضائه عملها فرع عشان يراعي اعضائه وعايز بدل ما بيحضر 15 او 20000 عايز يدي الفرصه للناس كلها انها تنزل. هل ده يضير يعني يضير الناس في حاجه؟ يضير وزير الشباب والرياضه في حاجه؟ جميل بصراحه. جميل. حاجه اجراءات سليمه ولا مش سليمه؟ قانون انا مش قانوني حضرتك قانوني سليمه مليون في المية. انا مع حضرتك اهو وعندي استعداد تام على الهوا يخش اي حد دلوقتي يقرا معايا المواد اللي احنا قريناها دي ويناقشني فيها. جميل. استاذ وائل في تصريح لست الوزير معالي الوزير خالد عبد العزيز ان اعضاء فرع الشيخ زايد في حاله وجودهم في التصويت على الجمعيه العموميه او مشاركتهم او الحكم القضائي اللي حصل ان ده اهدار المال العام وهيتم اتهام المجلس الحالي او النادي الاهلي بشكل عام في اهدار المال العام. اهدار مال عام. يعني انت قريت التصريح ده يا فندم؟ هو السيد الوزير بصراحه يعني كل فتره كده برضو مع احترام لشخصه الا ان هو بيطلع لنا بتفسير وبتصريح انا بصراحه بحتار فيه. يعني بقعد بعد التصريح افكر طب انت حضرتك قلت التصريح ده ليه؟ مره فسرنا الماده السادسه ان الاحكام ان القانون الجديد لغى الاحكام السابقه ومره لو صدر بطلان ضد الاجتماع الخاص فما لهمش حق الطعن ومره اعضاء زايد. هو اعضاء زايد انا بس السؤال اللي انا هساله تاني لمعالي الوزير ويعني ارجو ان انا اتلقى رد يعني لما المحكمه توصف ماده ان هي ماده غير مشروعه وغير دستوريه وتقول فيها ما قال مالك في الخمر ايه المصلحه ان هي تتعاد تاني؟
انا مش لاقي حد يرد عليا. ما هو بص يا فندم، بص يا كابتن محمد، اللي تفضل بيه اخي وصاحبي الاستاذ عيسى من شرح قانوني، بنجد تصريحات تستخف بالعقول، وكأن من يشاهد ويسمع هذه التصريحات يجب ان انه يعمل حاجتين، يقول حاضر سمعا وطاعه وده مش هيحصل، وتاني حاجه ان انت راجل يعني انا يعني ربنا يعني تقريبا يعني خلى مخي يعني مش عارف افكر. اذا كان مسؤول مثل وزير الرياضه قمه الهرم الرياضي في مصر بي في تصريحاته واستغلال ان كل يوم في وسيله اعلام شكل ومره اعضاء زايد ومره مش هنفذ الحكم ومره مش يعني ازاي ما تنفذش الحكم؟ هو ده اوبشن؟ هو ده متروك لحضرتك تنفذه ولا لا؟ انت حضرت على مدار سنتين وكنت ممثل في الدعوه والدعوه مقامه ضدك، كنت ممكن تقول فيها كل حاجة. كل شيء اتقال، الا اني بجد معاليه بيزنقنا في حته الحقيقه انا 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 يعني انا بستغيث بيه ان هو يفسرها لي. انا مالي انا اقطع تذاكر ولا ما اقطعش تذاكر؟ دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. تذاكر ايه اللي هقطعها عشان اخش اصوت ولا اخش اعمل؟ انت اللي حطيت المشكله دي، ومن سبقك من الساده الوزراء حطوا المشكله دي. انهي ميثاق اولمبي اللي بيحض على التمييز وعلى الكراهيه؟ الكلام ده قلناه قبل كده وهنفضل نقوله. انت لغايه امتى حضرتك هتفضل في تصريحات فيها استخفاف بعقول الناس؟ احنا بنعرف نفكر والله، ونملك من الادوات كل الادوات اللي تمكننا ان احنا نفكر. مره تطلع تقول الاحكام دي في حاجه اسمها الاحكام، القانون يلغي احكام يا جماعه. انا 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 هعتزل القانون بعد ان شاء الله لما الموضوع ده يخلص، لاني انا وصلت لمرحله بجد انا يعني خلاص بقيت مش قادر اتكلم ولا قادر اسمع. التصريحات بتبقى في قنوات معينه ومع اعلاميين معينين وفي اتجاهات معينه. طب ما تجيبوا الناس التانيه تسمعوها، ولا هو الاتجاه مطلوب انه يمشي في الحته دي؟ هاتوا الناس اسمعوها يا اخوانا. يا سياده الوزير، اقسم بالله حاله من الاحتقان غير مسبوقه لدى اعضاء الفروع، وانا هتحدث عن اعضاء زايد. الناس بتغلي رحمه بينا، رحمه بينا، الناس واصله الخط احمر. كل اللي بشوفه الله، هو السيد الوزير بيعمل كده ليه؟ طيب. الشيء عنده قانوني او شيء عنده، لا مفيش شيء يوقف الحكم وخلاص قضي الامر. هيتنفذ. هم موجودين بكره بشكل كبير، وانا متاكد من الجزئيه دي، وواضح جدا من الصور اللي كانت موجوده على الشاشه وجود اعضاء فرع الشيخ زايد بالتصويت غدا بكثافه ان شاء الله. استاذ محروس، خليني اسالك بقى، وانت كنت عايز يعني نتكلم في الجزئيه دي، بعض اولاد النادي اللي ممكن بيتكلموا ضد النادي الاهلي او ضد هذه الجمعيه العموميه وبيطالبوا بجزئيه ان هم ما يروحوش والتصويت على هذه اللائحه. انت واحد محمد يعني كابتن محمد، هي الحمد لله العمليه محدوده، يعني هقول جزء بسيط جدا من اعضاء النادي، من لاعيبه الكوره في النادي الاهلي. للاسف الشديد جدا، انا كان نفسي الاعلام المحايد اللي هم بيتكلموا عليه يبقى اعلام محايد. يعني انا ما عنديش مشكله ان الاهلي او ايا ما يكون مين عنده مشكله، بجيبه وبجيب الطرف الثاني الراي والراي الاخر اللي هم هارونا بيه، لدرجه ان انا كنت متخيل ده. احنا يعني طبعا يعني لازم برضو يعني اعضاء جمعيه العموميه يطالبوا ان هم يخشوا يتكلموا ويخشوا في الحوار. فانا معايا استاذ حسن عرابي عضو الجمعيه العموميه، عايز برضو يقول رايه في اللي احنا بنتكلم فيه، ودي قناه النادي الاهلي. طبعا حق كل اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يقدروا يتكلموا ويقولوا بكره هم متوقعين ايه. استاذ حسن، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. ربنا يخليك. مساء الخير على وائل بيعه وصديق العزيز. مساء الخير بدر صديق العزيز. ومساء الخير على استاذ عيسى مكرم. ومبدئيا بقول لكم بس الاول كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب بخير يا رب. وانا اتشرف بكوني عضو في اعرق نادي في مصر مع كامل الاحترام للانديه الثانيه،
وكوني عضو جمعية عمومية في النادي. صحيح. أنا بس بتصل عشان يعني أوجه رسالة لكل أجهزة الدولة وسيادة الوزير خالد عبد العزيز والمهندس هشام قطب رئيس اللجنة الأولمبية. يا فندم أرجوك، النادي الأهلي ليس في صدام مع أجهزة الدولة. النادي الأهلي نادي عريق، النادي الأهلي يعلم اللوائح والقوانين جيدا، النادي الأهلي ما بيعنفش في حق طول عمره، وما فيش ما أعتقدش إن في أي جهة في الدولة قبل كده تفيضت للنادي الأهلي أي أخطاء أو هو يعني ارتكب أي خطأ قبل كده. وما أعتقدش إن مجلس الإدارة والسادة القانونيين اللي قاعدين مع حضرتك ونقول إيه خبير قانوني جليل زي رغاء بيع عطية لما يقول موقف النادي الأهلي، المستشار عبد المجيد محمود أيضا يا موجود يعني القامات في فاضل النائب العام السابق عبد المجيد بيه لما يقول موقف النادي الأهلي سليم، يبقى أكيد إحنا لازم نتأكد النادي الأهلي سليم. أنا كل اللي أنا بقوله إحنا ما إحنا دورنا كأعضاء، إحنا النادي الأهلي نادانا إن إحنا نروح، فإحنا هنروح بغض النظر عن أي موقف متاخد ضد النادي دلوقتي. الكلام ده احنا هنسيبه الاجراءات القانونيه دي للساده الافاضل القانونيين في الكلام ده كله. تمام. احنا واجبنا كاعضاء هنروح وهنساند النادي ومع كامل الاحترام للتهديدات اللي بتوجه للنادي، اقسم بالله لو ابطلت الجمعيه 100 مره والنادي دعا اعضاء جمعيته 100 مره هنروح، ولو في جميل روح طيبه طبعا، ويعني يعني حجم المسؤوليه اللي موجوده على الجمعيه العموميه كبير، فانت بتتكلم باسمهم دي حاجه برضه يعني بالظبط. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها، مجلس الاداره الحالي لا يقسم اعضاء النادي الاهلي، انتم من تقسمون اعضاء النادي الاهلي. انا كعضو متواجد في الجزيره لا يعنيني ولا يفرق معايا شيء لما يقول لي روح مدينه نصر، وكذلك العضو اللي في مدينه نصر لو قال لي روح الشيخ زايد انا هروح الشيخ زايد. على فكره هقول لحضرتك حاجه يا استاذ حسن، ما في عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي اللي هو اصلا المفروض عمل الكارنيه بتاعه في الجزيره ساكن في التجمع ساكن في مدينه نصر. انا بسهل الامور عليه يعني مش اكتر من كده يعني. انا بقول لحضرتك احنا كاعضاء احنا بنلغي ما بيننا نغمه بالظبط كمان جميل جدا نصر واهلي الشيخ زايد. صحيح. سيدي الوزير رساله لحضرتك، انت كل اللي يهمك في اللائحه دي انك تعرف راي الاعضاء موافقين ولا لا، بغض النظر احنا هنعملها فين، انت اللي يهمك راي الناس، فمن فضلك استجيب لراي الناس وكفاك. يعني كفانا صدام مع اعرق نادي موجود في مصر. الانتخابات الرئاسيه بتتعمل على كذا يوم. صحيح. مجلس الشعب على شهور. بتاخد شهور. تمام؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه سهل على الناس العمليه الانتخابيه لما كان بيبقى في حد من محافظه مختلف موجود في القاهره او العكس بيقول له صوت في اقرب انتخابيه موجوده ليه. فاحنا ليه دلوقتي بنحجر على الحريات؟ وليه دلوقتي بنحجب اصوات الناس؟ احنا زي ما بقول لحضرتك احنا اهميه الجمعيه الخاصه دي، ومش هقول الجمعيه العموميه، الجمعيه الخاصه دي هي احنا عايزين نعرف راي الناس دي. فانت المفروض يا سياده الوزير والمهندس هشام حطب تهتموا براي الناس بغض النظر عن الجمعيه هتتعمل على يوم على يومين، المهم ان الاجراءات تبقى صح، مفيش دبلره للاصوات، مفيش اي اجراءات مخالفه، في اشراف كامل، الكلام ده كله هو ده اللي احنا يعني بنوجه رساله بقى النهارده لسياده الوزير للمهندس هشام حطب لسيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي قال لنا احنا في عصر جديد للديمقراطية، في عصر جديد لليالي الاضطهاد، في الكلام ده كله، وارجوكم ارفعوا يعني ايديكم عن يعني واحد من المؤسسات العريقة الفقهية في هذه الدولة حاليا. صحيح صحيح. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب هتصوت بكرة ولا يعني بكرة ولا بعد بكرة؟ ان شاء الله ما حدش فينا، انا بقول لحضرتك هو كأعضاء جماعة عمومية ما حدش فينا هيستنى اليوم السبت. احنا هنروح بكره كلنا. انا واخد زوجتي بكره وهبقى من الساعه 7 الصبح جوه النادي. جميل. وكل الاعضاء هيروحوا من بكره ومحدش هيستنى للسبت. جميل. لان زي ما بقول لحضرتك هم من يقسمون النادي الاهلي، احنا ما بنقسمش حد، احنا مش فارق معانا احنا نروح فين. حسن بشكرك يا انس، حسن بشكرك كل التوفيق بكره للجمعيه العموميه كلها ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا فندم، يعني بشكرك شكرا جزيلا. اضافه بسيطه كده، هم في حالة استعداد لأن هم يبطلوا الجمعية طبقا لتصريحاته. الأستاذ هشام حطب النهارده بيقول كده في حالة اكتمال النصاب القانوني في فرع مدينة نصر بكره كده كده بطل. كده كده بطل، واحنا في انتظار هذا البطلان، فليثق الباشمهندس هشام حطب ان احنا مستعدين جدا، وان احنا في رد لينا برضو انت ما تقوم به هو الباطل. انت غير منوط بك ان انت تقوم باي اجراء غير اللي رسمه القانون، تعمل اللائحه
تحدد النصاب وتستنى لغاية لما يجي 31 أغسطس تبدأ تتفعل بعد كده. إنما أنت بتقوم بدور مش دورك وبتقوم بعمل غير مراد بك إن أنت تقوم بيه دلوقتي إطلاقا. فإن شاء الله إحنا مستنيين بطلانه كما إن إحنا مستنيين موضوع إهدار المال العام إن شاء الله. أستاذ محروس هنرجع تاني بقى لموضوع الإعلام اللي هو الإعلام المحايد الجميل اللي الرأي ورأي الآخر. أنا مشفتوش خالص على فكرة في الـ في الـ مش هقول في الخناقة دي، هقول في في في, في التمثيل. احنا انا شايف ان كل تمثيل. احنا هنا قناه اهلي. لا ده قناه الاهلي، لا انا بتكلم على الاعلام الثاني يا فندم. انا بتكلم على القناه تحديدا. جميل. قناه تحديدا ببرنامجين. يعني انا ما شفتش لا راي ولا راي اخر، انا شفت راي واحد. حتى في في في, في حلقه واحده استضاف الاستاذ محمد شلقاوي اللي هو كان بيمثل تقريبا وجهه نظر النادي الاهلي. وانا لما بقول النادي الاهلي انا ما بشوفش مجلس اداره، انا عمري الاهلي ما كنت بتحس مجلس ادارته. يعني دايما الاهلي دايب كده في جمعيته العموميه. تمام. دلوقتي بقى مجلس اداره محمود طاهر ومجلس اداره حسن حمدي ومجلس اداره، يا جماعه مش كده يا جماعه، انتوا اللي بتقسموا النادي. فانا ما بشوفش غير حلقه واحده بس كان فيها الاستاذ محمد الشرقاوي بيمثل تقريبا راي النادي الاهلي قدام المذيع، قدام ضيف تاني، قدام الوزير، قدام رئيس اللجنه الاولمبيه. يعني بصراحه اعلان محايد جدا، يعني حاجه بصراحه يعني شابول الاعلام المحايد. لا ده حاجه محايده جدا، محايده لدرجه انك يعني ايه يعني، طب وفي اكتر من كده محياد؟ فيعني الموضوع بالاضافه بقى للحرب الاعلاميه اللي انا شايفها ان هي مش شريفه ضد الدوله. هو الاهلي من امتى ضد الدوله اساسا؟ ده انا مضطر بقى هنا اقول مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس محمود طاهر، ده الراجل ده انا ما بسمعلوش صوت اساسا. يعني لو من له من الناس الشتامين ولا من الناس اللعانين ولا كل يوم عامل مشكله، الراجل بيدافع عن حقوق اعضاء جمعيته العموميه اللي هو لو ما عملش كده انا شخصيا ضده. انا حقي ان انا اصوت في، طالما القانون ووائل بيه وعيسى بيه اتكلموا فيه ما فيه الكفايه، طالما القانون مش ضد، لو ما ريحنيش مجلس ادارتي وسع المشاركه الديمقراطيه، خلي الناس تنزل، اديها الفرصه انها تنزل. موضوع التقسيم بقى الفروع ومش الفروع، يا جماعه انا ساكن جنب مدينه نصر. ايه التقسيم فيها ان انا اروح مع العلم ان الكشوف كلها في مدينه نصر. لما تتنقل الجزيره يوم السبت هتبقى الكشوف كلها في الجزيره. ايه التقسيم اللي فيها؟ انا هرجع تاني لمقدم البرامج وهو كان عضو مجلس الشعب السابق، انا عايز اساله كان فيها كام لجنه انتخابيه اول ما ترشح وكم لجنه انتخابيه دلوقتي؟ يا جماعه اللجان الانتخابيه بتزيد كل ما يزيد كلام الكابتن صالح سليم على عيني وراسي، بس هو بالتاكيد ما كانش يقصد فيه الكلام ده. وبرضه حتى لو يقصده يا جماعه، احنا هل الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بيتطور وبيختلف الجمعيه العموميه يا فندم، كل نخص منه ويرد عليه الا صاحب هذا المقام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي دلوقتي يعني انت عندك حتى لو مع احترامي طبعا ده رمز مش اي رمز بالنسبه لكل الاهلاويه، بس كل يؤخذ منه ويرد عليه. ما ينفعش حجه اتقال سنه 92 او 98 تفضل لحد دلوقتي. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي سنه 98 كانت كام؟ دلوقتي بقت كام؟ هل معقول هو ذنب هو عذاب؟ هو انا جايبين عمهم عشان نعذبهم؟ لازم يبقوا في المكان اللي قالوا عليه من 20 سنه. النادي الاهلي على 110 سنه والبطولات اللي جابها كلها لبلدنا، هل البطولات دي كانت ضد الدوله؟ هل انا لما بقى اطالب بتنفيذ حكمي انا ضد الدوله يا فندم؟ ضد ده هذا للاسف السلاح الغير شريف اللي بيحارب بيه. اخر حاجه هتكلمها في الموضوع ده كابتن، ورجاء مش رجاء، انا همم الاهلاويه بتوع الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 والدقيقه 120 وبعد الدقيقه 120 لازم تظهر بكره. صحيح. قبل بعد بكره انا معاك. روح الفانيله الحمراء، روح الفانيله الحمراء اللي هي مستمده اساسا من الجمعيه العموميه اللي خايفه دايما على النادي وخايفه على اللي الفيان. يقال ان الجمعيه العموميه دي هي البرلمان الممثل لل 40 ولا 60 مليون اهلاوي، هي البرلمان بتاعها. صحيح. هي اللي انا واحد. صحيح. من البرلمان اللي بيمثل جمهور النادي. صحيح. فارجو الجمعيه العموميه تقول للناس كلمه يعني فصل. صحيح. وبرضه نداء للجهه السياسيه، القياده السياسيه في البلد، ارجوكوا قيادات التنفيذيه في البلد ما ينفعش انها تطلع في تصريحات في التلفزيون وعلى الهواء وعلى مرأى ومسمع من الناس كلها تكسر في احكام قضائيه. تمام. يا جماعه الموضوع مش الاهلي بس، الموضوع اكبر من كده بكتير. جميل. شكرا استاذ عيسى. ما ينفعش طبعا وحضرتك
يعني متخصص في القانون، ما اقدرش اكلمك على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وبعض البنود اللي ممكن تكون اتغيرت من اللائحه الاسترشاديه واتعدلت في لائحه النادي الاهلي، وبالاخص كمان بند الثمان سنين اللي اتشال وريح ناس كتير عشان كان في ناس كتير خايفه من الجزئيه دي، ويمكن مجلس اداره طبعا القانونيين اللي حط البنود شالوه عشان منع الاحراج. يعني برضو رايك في اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي؟ ما انا قلت لحضرتك في البنود اللي في بدايه كلامي انك لو جبت اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه للنادي الاهلي، تلت اللائحه الاسترشاديه طعن بعدم دستوريتها مخالفاتها للقانون، وانت لو مسكتها كده ابسط دليل، انا هقول لحضرتك دليل واقع على نموذج متفرد في التعسف والعند في مخالفه القانون. اعضاء زايد خدوا حكم باحقيتهم في كاعضاء في الجمعيه العموميه، اعضاء نادي الزهور خدوا حكم باحقيتهم في الجمعيه العموميه. تمام. طب ايه اللي حصل؟ الناس دي كان عندها مظلمه ومشكله من ماده مجحفه غير دستوريه وغير قانونيه، لا تجمهروا ولا قطعوا طريق ولا راحوا ولعوا في النادي ولا راحوا ولعوا في الوزاره، سلكوا السلوك المحترم. لجأوا القديم الطبيعي. يا فندم الماده دي ظلمانة وحرمانة من حقنا الدستوري والقانون. ممثل الوزير حاضر، وممثل الجهه الاداريه حاضر، وممثل المجلس القومي للرياضه حاضر، وقالوا كل اللي ممكن، ثلاث سنين اربع سنين قضيه نادي الزهور وسنتين قضيتنا، قالوا كل الحجج الواهية اللي بجد مش عارف اللي بيقولها ازاي بيبقى مستصيغ انه يقولها كده، يعني اقول يعني بكذب الكذبه واصدقها. يعني كل ده اتطرح قدام المحكمه واتقال فرق العضويه وكيف يستوي الاعمى والبصير واللي دافع 10 واللي دافع 5، المحكمه قالت لا صح يا استاذ، انت ازاي تجيني وترفع دعوه وتعترض على الماده دي، ما انت دافع 5 وابو 10. لا لا لا، بس بقول لك يا معالي الوزير للممثل بتاعه، حضرتك انت ما تروحش الجزيره، تمام يا فندم تعظيم سلام، ما تروحش مدينه نصر، تمام يا فندم تعظيم سلام، ما تتمتعش باي خدمات اضافيه، تمام يا فندم تعظيم سلام، وانا هكتب الكلام ده في الحكم، تمام يا فندم، بس على النقيض يا فندم الراجل ده له حق قانوني ودستوري، ما تحرموش منه، مش انت بجره قلم لا يحق له التصويت والترشح، ده دستور. تمام. والدستور ده قبل ما تعمل قانون ولا قبل ما تعمل لائحه عينك عليه. عينك عليه، عينك عليه عشان ما تخالفوش. المحكمه حكم، نفذ يا فندم الحكم، ما فيش تنفيذ حكم. طب نلجا للقانون، نقدم انذارات، نقدم شكاوى، نفس القصة، ويعني القصة أنا مستني بس هيلجأوا للمادة 123 من قانون العقوبات ورفع جنحة الحبس وتجيب عنوان سعادة المختصم على بيته عشان تاخد عليه الإجراءات، وفي الآخر برضو حكم حل اتحاد الكورة. الأستاذة ماجدة لما خدت الحكم راحت والانتخابات شغالة، حكمه ينفذ بصفة وقتية، ما تنفذش الحكم وتكملت الانتخابات وإجراءات في المحاكم وفلوس وفلوس بتتعمل ويهدر ونعمل انتخابات تاني وما نتكلم، نسكت ولا نجيب سيره على اهدار المال العام اللي سببه مين؟ اللي حضرتك لو كنت نفذت القانون ما كانش المجلس اتحل، ما كانش هيتعمل انتخابات تاني، كنا من اولها قبل ما نصرف المصاريف دي. المشكله اللي احنا كنا بنواجهها قبل كده ومش عايزين نواجهها في المراحل القادمه. ما هقول لحضرتك لا اكمل بس الجزئيه اتفضل. الحكم حكم، محكمه حكمت خلاص واجب النفاذ، تعظيم سلام، احنا بنعمل قانون جديد وهندي كل ذي حق حقه عشان ما نقعش في المشاكل دي، وعشان ما نقعش في المشاكل دي ونقضي بقى على او وقف الانشطه وبطلان الجمعيات وتعطيل القصه دي، وكل اللي معدي من جنب باب محكمه يروح يرفع قضيه. صحيح. تمام تمام. طلع القانون الجديد وطلعت اللائحه الجديده، الماده 8 منها بتقول ايه؟ رجعوا تاني نفس الماده اللي اتلغت بحكم قضائي من الظهور ومن الاهلي وان شاء الله الصيد وان شاء الله بقيه الفروع. طيب حد طيب يرد عليا، انا مش هتكلم قانون، انا هسال سؤال عامي بسيط لراجل قاعد بيتفرج علينا مش فاهم يعني ايه قانون. طب لما المحكمه حكمت ولغت بتحطه على اي اساس تاني؟ بتعيد صياغته
بمادة أشد وأقيد ليه تاني؟ إيه المصلحة؟ طيب حد يرد عليا، حد قرا الكلام ده، حد راجع؟ طيب انتوا ما بتراجعوش وما بتقروش. بعتنا للمهندس هشام حطب وهو بيعد اللايحة، خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، في أحكام قضائية وفقا لصحيح الدستور وصحيح القانون لغت المادة بتاعت عضو الفرع. أنا بدي لحضرتك مادة عضو الفرع كنموذج عشان تعرف إيه الطريقة والكيفية اللي بتدار فيها إعداد اللوائح والقوانين في مصر. جميل. محدش شايف ومحدش سامع بيقول إيه؟ لا أحكام إيه؟ ولا الهوى ولا ردوا علينا ولا سألوا. طيب قبل بعت لحضرتك تاني بعد ما عديت اللايحة وقعدت نفس المادة تاني، بقول لحضرتك أنت ليك سلطات إن أنت تعدل في الفترة بتاعت المهلة بتاعت القانون، عدل المادة دي لأنها مخالفة للدستور والقانون، مش عشان أنت تعدلها، عشان خاطر النادي الأهلي هيخش في نفق مظلم. صحيح. لما يشتغل بلاحتك الاسترشادية التعجيزية الاستفزازية، هيجي يعمل انتخابات مش هيبقى فيها عضو زايد، هروح للمحكمة هجيب حكم ببطلان انتخابات ووقف الدنيا. طب الفلوس اللي صرفها النادي الأهلي دي مين يتحملها؟ مين يحاسب عليها ويسأل عليها؟ مصر الفلوس فيها كتير بتهدر كده في بطلان جمعيات لأندية، بطلان اتحاد كرة، ولا حياة لمن تنادي. سبب حل اتحاد الكرة ايه؟ خطأ من موظف. سبب حل اتحاد حساب حل مجلس اداره النادي الاهلي خطا من موظف. الموظف ده اتحاسب؟ الاموال اللي اهدرت دي اتحاسب؟ لكن لا، نطلع ونقول ان النادي الاهلي لو ادرج اعضاء زايد في 500 مليون جنيه فرق العضويه. طيب اسمعك ازاي واصدقك؟ يعني اسمع كلام واشوف فعل متناقض تماما. كلام جميل. ده بيبلور حضرتك كيفيه اداره شؤون الرياضه في مصر. متغيرش. بالهوى والعشوائيه. لسه متغيرش. بالهوى والعشوائيه. طيب استاذ وائل، يعني اخيرا، يعني احنا طبعا عشان وقتنا بكره، انت عايز تضيف حاجه الاول قبل ما اقول لك بكره ايه؟ عايز اقول ايه؟ أنا معاك، أنا معاك. إيه المشكلة؟ عايز أقول لرئيس الجمهورية بخصوص الزوال. إحنا شعبك، اسمعنا إحنا. اسمعنا إحنا يا ريس. طيب. ماشي. طيب أنا اتفضل بقى، في حاجة يعني أخيرا بس عشان أنا الوقت عندي بينتهي بكرة، يعني أنت توجيه الرساله للجمعيه العموميه دي الاهم. انا بالنسبه لي بكره وجول الجمعيه خلاص، احنا النادي الاهلي بكره هينتصر على اي حد ممكن يكون. الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي، بتاعت النادي الاهلي، هي اللي بتقول لنا. صحيح. وهي اللي بتوجه لنا رسائل، مش احنا بنوجه لها رسائل. دي ناس اساسا يعني انا مش لا اقول له اهلاويتك ولا مصريتك، لا لا لا، هو اساسا بيوجه لي رساله. وانا جاي لحضرتك دلوقتي، انت شفت صور اعضاء اهلي زايد؟ على فكره ده منهم نفسهم. يعني الحشد ان شاء الله تعالى حاجه هتبقى رهيبه. بس انا في حاجه بس في لائحه الاهلي عايز اقولها، في موضوع التجنيد وموضوع المؤهلات المتوسطه دي ناس اعتبروها بحث، بس في نقطه الاهلي عملها، لائحه الاهلي عملتها، لو الناس وعتها هتحس ان الناس دي فعلا بتقدر يعني ايه النادي الاهلي. تقليل النصاب القانوني للجمعيات العامه العاديه وغير العاديه. تمام. ده سيف، اللي يفهمه صح، ده سيف على وكرباج على ضغط العاديه 4000 وفي العاديه 3000 في الاستشاريه 12500. الاهل قللها ليه؟ لانه لما انا خاف من عدد زي 3000 و4000 ده انا هشتغل زي الكتاب ما بيقول، لان 3 4000 سهل تجمعهم، لكن 12500. فانا شايف ان البنود اللائحه بتاعت النادي الاهلي معموله فعلا تليق بعراقه واصاله واعظم نادي في الكون. انا مش هقدر اقول غير اعظم نادي. صحيح. في الكون. جماهيره هي وجمعيته العموميه، او جمعيته العموميه هي البرلمان الممثل للجماهير. مش محتاج ان احنا نتكلم معاه، مش محتاج، هو اللي بيقول لنا ان انا رايح، ان انا ناديه ده حافظ عنه عليه. ناديه ده هو يأشر بس، لان هو ده النادي يا جماعه، ده مصنع السعاده. استاذ حسن قال لك لو البطلان ده جه 3 مرات احنا كجمعيه عموميه لما مش هنسيب طبعا، مش هنسكت. استاذ محروس انا بشكرك، شكرا جزيلا لوجودك. ربنا ان شاء الله بكره ونشكرك. هتصوت ولا هتستنى؟ لا لا، ده بكره من الساعه 7 الصبح. جميل. وانا طالعين دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عيسى انا بشكرك. فقره اخيره بس، اتفضل بس سريعا، معلش انا اسف. في دقيقه
انا هبرهن لحضرتك على تعظيم دور الجمعيه العموميه التي قصدها المشرع واللي القانون اتعمل من اجلها. نعظم دور الجمعيه العموميه وندي الحق الاصحاب في الماده الثالثه في اللائحه. وللجنه الاولمبيه المصريه تعديل احكام لائحه النظام الاساسي للانديه الرياضيه. ده يا فندم تعظيم دور الجمعيات العموميه. تمام. اللي بتغتصبه اللجنه الاولمبيه. اشكرك. نور شرفت. الله يشكرك. نور شرفت وان شاء الله واضح حبك للنادي الاهلي وده كل جمعيه عموميه الصراحه. بكره اولاد النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه هيقولوا كلمتهم من بكره. قولوا كلمتكم وادوا درس هيفتكروا التاريخ طول ما انتوا موجودين. اكيد. شكرا يا كابتن. شكرا. اكيد زي ما قال سوزويل بكره ده تحدي للجمعيه العموميه وجودهم بكره بكثافه سواء بكره او بعده. يعني اعتقد الامور التسهيلات اللي حصلت من او النهارده احنا خلاص يعني في ساعات وان شاء الله والساعه 9 الصبح تيجي يعني خلاص. كل سنه وانتم طيبين. كمان العيد دي حاجه مميزه نروح ندي صوتنا وبعد كده نعيد عيدنا مع اهالينا ندي صوتنا لنادينا اللي احنا بنحبه اللي احنا دايما بنبقى موجودين جواه في الاعياد في فرحته. فبالتالي راينا بكره مهم لهذه اللائحه عشان نقدر بعد كده ان احنا نحط او لو اعترضت على حاجه في بعد كده ان شاء الله يعني في اللائحه قال لك 4000 لو اعترضت على حاجه وال 4000 سهل انك تجمعهم لكن 12000 هتبقى صعبه شويه. فبالتالي ان شاء الله بكره هتبقوا موجودين بكره هتصوتوا بشكل كبير ايضا يوم السبت هتبقوا موجودين وتصوتوا بشكل مميز. يعني كلامنا الاخير هو ان دايما النادي الاهلي هو فوق الجميع ودي الكلمه اللي لازم نحطها دايما في رؤوسنا ولازم احنا نصنع مستقبل نادينا مش حد تاني غيرنا احنا اللي نتحكم يقود ولا يقاد. تحيي معاك انا في الكلمه دي ولكن دائما هو الاهلي فوق الجميع ودي اخر كلمه ممكن اقولها واختم النهارده وان شاء الله معاكم بكره تغطيه خاصه لهذا اليوم سواء بكره او بعد بكره ان شاء الله تبقى بالخير دايما للنادي الاهلي دايما قاطره رياضيه موجوده مؤسسه كبيره موجوده هو النادي الاهلي بيجر الانديه وراه بشكل ما وانا متاكد ان هذه اللائحه بعد فتره بعض الانديه هتاخد بنود منها عشان تحطها عندهم. بالتالي الاهلي فوق الجميع ومستنيينكم بكره اعضاء الجمعيه العموميه. تصبحوا على خير.